متابعين ام تي في الايف وبفقره سانتي لليوم دكتور الي حلو اختصاصي جراحه مسالك بوليه موجود معنا رح نحكي عن الروبوت اليوم بجراحه المسالك البوليه. اهلا وسهلا فيك موجود. حكيم اليوم عم نحكي بجراحه الروبو بدنا نحكي شوي نحددها نحدد لاي مشاكل اصلا هي بتنفع وشو الفرق بينها وبين الجراحات التقليديه. الروبو هو اخترع بال 1994 بالاول انتوتيف سيرجيكال هي شركه امريكانيه عملت روبو اسمه دافنشي اخترعته صار في كذا جينيريشن منه هلا صرنا على الجينيريشن الرابعه دونك عندنا هلا ريكيول من 94 لهلا بنعرف وين بيشتغل الروبو وما بيشتغل منيح. هلا التايمينج تبع الحلقه رانيا رائع لانه هلا راجعين من المؤتمر الاوروبي لجراحه المسالك البوليه واكثر موضوع كان فيه حشريه عليه هو روبو استعمال روبو بجراحه المسالك البوليه لانه هلا نزلوا روبوات جديده على السوق دونك بدهم يشوفوا اذا لحقوا هالروبو الجينيريشن الرابعه تبع دافنشي ولا بعدهم متاخرين عنه. دونك التايمينج جايب لكم هلا المعلومات فريش من امستردام. تفضل. اول شيء بدنا نحكي شوي عن استخدامات الروبو بجراحه المسالك البوليه يعني لأي مشاكل بنقدر نستعمل روبو لأي التهابات أو جراحات تقليدية بنقدر نستبدلها اليوم بالروبو. مزبوط. هلا الروبو اللي بقدمه هو البريسيجن الدقة بالعملية دونك كل عملية بتحتاج لدقة بتلاقي انه بالروبو صارت افضل من الجراحة التقليدية. مثل شو؟ يعني البروستات بدها دقة لأنه في الأعصاب والشرايين اللي مريحة البروستات لازم نحافظ عليهم هولي وعضلة ضبط البول وعضلة عنق المبول يعني ما بيعود في دامج يلي ناتج عن الجراحة الأساسية الكلاسيكية. مزبوط. هلا بجراحة كلاسيكية إذا بنشتغل على رواق بنقدر نحافظ عليهم بس مش مثل ما بنحافظ عليهم بالروبو. أوكي. في بالكلية لما تكون الورم بقلب الكلية وبدنا نشيله للورم ما نشيل الكلية كلها وهلا بلش يبين انه كمان في افاده بعمليه المتانه يعني المبوله الكونسير تبع المبوله. نعم. بس بالنسبه للباقي يعني البحص تفجير البحصه القصص هالاشياء الصغيره اللي بتتكرر مشاكل المسالك البوليه ممكن يكون عم بفيد؟ هلا هو اللي نحن صرنا نعملهم من خلال المجاري الطبيعيه. نعم. دونك ديجا مش عم نشق بقى وبالمجاري الطبيعيه صار عندنا الانسترومنتس لنقدر نروح نشيلهم كلهم دونك الروبو هو ما بيفيد بهالعمليات مش حنيجي نشق المريض من هون نحط له بخيش ببطنه نفوت الروبو ونشيل البحصه الوقت اللي فينا بالمجاري الطبيعيه نطلع. بس لما يكون عندنا كانسير وبدنا نشيله بدنا شق كبير او نشيل ضلع من هون حرام كثير صعبه على المريض فشو بنعمل بنركب الروبو بانسترومنت صغار وبفوتوا هو بفكها نحن بنفك البروستات او الورم على الكلوي باستعمال الروبو وبنشيله من جرح صغير. نعم. دكتور جراحه المسالك البوليه بالروبو بدها اختصاص لحالها؟ مظبوط. هلا نحن بنبلش يعني اليوم نحن عم نجرب نوجه شوي كمان مزبوط. الناس مظبوط. دونك بلش التدريب نحن تبعولنا هو بالجراحه التقليديه اللي الشق هي بنرجع نتعلم الناظور كيف نفوت الناظور الانسترومنتس ونشتغل نحن بالانسترومنتس بايدينا. هلا مشان نتدرب على الروبو بدنا نروح على سنتر يكون عنده فوليوم كبير بالروبو يعني بيعملوا 400 500 عمليه بالسنه لحتى نتعلم الروبو ما لازم نتعلم على مرضانا. دونك اللي بيصير هو انه بالاول الجراح بيروح بيتعلم على الماشين بيعمل سيموليشن على الماشين دونك في عمليات بقلب الماشين مش على انسان بيصير هو يشتغلهم بهالروبو بيتعلم كيف بيحضر الروبو كيف بيحط الروبو على المريض. نعم. وبياخذ شهاده فيها لهيدا. يعني مزبوط يعني هذا السؤال انه هي فيها شهاده او هي بس خبره؟ ممنوع حدا يدق بالروبو اذا ما معه الشهاده تبع الروبو تبع الشيرورجي روبوتيك. اوكي. رح نشوف فيديو حضرت لنا اياه بنرجع بنتابع انا وياك. لكن عم نشوف هون وعم نعرف انه اهم شيء لما بده يكون في جراحه بالروبو يكون المريض عم يتاكد انه هالطبيب شخص مختص بالموضوع وعنده الشهاده تبعه. في انواع من الروبوات يلي تستخدم لجراحه المسالك البوليه؟ مزبوط. اللي صار هو انه انتويتيف لما بلشت تصنع الروبو بال 94 صارت تعمل باتنت يعني حق الملكيه على كل شيء تخترعه لو شيء صغير بالروبو تخترعه حق ملكيه فتاخروا الشركات كثير لقدروا يعملوا روبويات ثانيه. هلا من كم سنه بلشوا يخلقوا الروبويات الجديده
دونك في مثلا ماترونيك عملت روبو جديد، الكامبريدج عملوا روبو جديد، دونك بلشوا يطلعوا هالروبوات، بس بعضهم بيشبهوا شوي الجنريشن الاقدم من تبع دافنشي اللي هي تبع انتويتيف. دونك هلا اقوى روبو بالسوق هو اللي اسمه دافنشي اكس اي، اللي هو هلا موجود عندنا بلبنان وعم نشتغل عليه. نعم، وبيمشي على كل الجراحات اللي ذكرتها. مزبوط، هو اصلا بلشت في يعني في 33,000 ارتيكل دراسه معمولين على الدافنشي، بينما كثير قليل الدراسات اللي معمولين على الروبوات الجديده. مشان هيك كان في حشريه هلا بالمؤتمر انه يشوفوا وين صاروا، لانه كان في عمليات لايف عم ينعملوا على مرضى عم بيشوفوا بين هالروبو وبين هالروبو. لاحظوا اللي عم انا منهم يعني انه الشيرجوجيه بالاكس اي عم بتكون اجمل واحلى من الروبوات الثانيه، بعد يعني ما لحقوا الاكس اي، يمكن بعد كم سنه بيصيروا بيلحقوا الاكس اي. شو الميزات طبعا؟ يعني اول شيء الروبو شو بيعمل؟ الروبو اول شيء بيوفر على المريض جرح كبير، بيوفر وجع، بيوفر بقيه بالمستشفى، بيرجع لشغله اسرع بالبيت. بس الميزه بالروبو هو انه الانسترومنتس كثير صغار والصوره كثير كبيره، دونك الحكيم مثل ما شفته الجراح بالفيديو قاعد على كونسول وعم بيحرك الروبو جوا بقلب المريض، دونك لما يطلع بالكونسول بيلاقي حاله جوات المريض، بصير كانه هو حد مثلا البروستات وعم يشتغل عليها، البروستات بتكون هقد كبيره، الاعصاب بيشوفهم بيزيحهم بدقه، بينما بالجراحه الاوبن يعني يمكن اكتشف قصص كمان بعد اكثر بخلال الجراحه ممكن؟ هلا بتقدم التصوير مثلا الاي ار ام وهيك صرنا ما في مفاجآت، صرنا بنفوت وعارفين نحن وين التيومر وقد ايه قريب من الاعصاب وكل شيء، بنعمل الصور قبل لحتى ما نفوت بمطرح غلط. نعم. أنا بس بحب أذكر مشاهدينا بأنه فيهم يتواصلوا معنا على 0464 إذا بحبوا يسألوا أي سؤال لا دكتور إلي حلو اختصاصي جراحة مسالك بولية موجود معنا لليوم. دكتور قبل ما نوصل لكل شيء جديد أيضا وللإفكاسيتي قد إيه ممكن تفيد، بس اليوم شو عم بتكون أكثر مشاكل المسالك البولية؟ عم بتزيد؟ عم بتخف؟ قد إيه اليوم كمان ممكن الروبو يكون عم بيخلصنا من أشياء ممكن تتطور لبعدين؟ المميز بلبنان هو إنه عندنا كتير كانسير المبولة أكثر بكتير من غير بلدان، يمكن لأنه مندخن كتير وفي أرجيلة وهيك، دونك نحن بنشتغل كتير كانسير مبولة إضافة إلى الكانسير البروستات اللي هو أكثر شيء شائع كمانه. نعم. هلا كانسير الكلوي هو أقل، بس هلا يعني بلبنان بيلاحظوا الخبراء اللي بيجوا على لبنان بيلاحظوا انه مش معقول شو بنعمل كانسير مبولي اكثر شيء من وراء الاكل، من وراء الدخان والارجيله اكثر شيء والتلوث اكيد. ليه بيدقوا بالمبولي؟ يعني اليوم لما بنقول يعني دخان وارجيله دغري بنفتكر بالروايه او بالمجرى التنفس 100%، لانه السبستانس توكسيك تبع الدخان بفوت بالدم وبينزل بالبول وبيرقد بالمبولي قبل ما نبوله فبيعمل كانسير بالمبولي. شو الحال؟ هلا اذا كان سطحي ما بيحتاج عمليه الا نواضير بنشيل له اياها، بس وانس دق بالعضل هون بيصير بده استئصال للمبول البروستات وهون بيجي دور الروبو. وبالمؤتمر يعني قبل المؤتمر كنا على طول نقول انه الجراحه التقليديه تقريبا الافيكاسي تبعولتها مثل الروبو، هلا بالمؤتمر كل الدراسات الجديده بلشت تقول انه الروبو في افونتاج 9.5% افونتاج على الجراحه. اللي هو يعني لما نشيل نحن المبولي قلت لك الشق الكبير في يعمل التهابات أكيد. بالجرح في نزيف اكثر لانه الجرح اكبر وعم يشتغل اكثر، بنحول بنجيب مبولي من المصران بنحطها بتاخذ كثير وقت البطن مفتوح دونك بتلبد المصران. ما بنقدر نحافظ على الاعصاب اللي هن ضروريين كمان لضبط البول لانه عم نشق وعم نشتغل بطريقه كبيره يعني مش طريقه دقيقه. مشان هيك الروبو على طول مطرح ما في بريسيجن في افونتاج. عندي اتصال. الو الو يا هلا تفضلي. الو اهلا فيك تفضلي. بدي احكي مع الحكيم. عم يسمعك. اهلا فيك. انا ما عم بسمع. نحن عم نسمعك. شو سؤالي؟ انا عاملة عملية مثل المابولي سيل الرحم، عندي التهاب بالمابولي. نعم. يعني كل دقيقة بدي فوت على التواليت ما بهدي، عم بحط على طول كوتيك، مش كوتيك من هول الكبار. نعم. كوتيك كبير يعني. في لي طريقه شيء عمليه شقل المبولي ولا استئصال المبولي؟ وما نجحت معي. شو العمليه يلي عملتيها؟ نعم. شو العمليه يلي عملتيها؟ شو عملت لها؟ العمليه يلي ادت لهالموضوع شو هي؟ ما عم بسمعك. رح جرب جاوب على سؤالها. دونك عم بتقول انه عندها سلس بولي يعني ما بتقدر تهدي البول تبعولها، في نوعين من السلس البولي، في سلس البولي الاجهادي وسلس البولي الالحاحي. هول علاجتهم مش بالروبو، بس نحن لما نشخصهم سلس البولي الالحاحي يعني ما بتلحق حالها على الحمام اجمالا بتعالج بالدواء، وسلس البولي الاجهادي يعني اذا سعلت وهربت وتحركت وهربت بنحط له ربطه لعن المبولي، هول ما خصهم ابدا بالروبو. بس فيها على كل حال تتواصل معك دكتور تحت الهواء اكيد اذا بدها اكثر تفاصيل. اتصال. الو الو بونجور. يا هلا تفضلي. بدي اسال، عندي رمل جديد صار عندي وما بعرف شو بدي اعمل، عم بشرب
كوت سوريز وشلشل درع. نعم اوكي سمعت مزبوط عندها رمل. رمل نعم سلامة قلبك. الرمل مثل البحص يعني بدنا نعمل له فحوصات لحتى نشوف سبب الرمل والبحص ونقول لهم شو بدهم يشربوا وشو بدهم ياخذوا ادويه. بس في ثلاث قصص بتمشي على كل انواع الرمل اللي هن انه يشربوا كثير مي اكثر من 2 لتر، يخففوا ملح بالاكل، ويخففوا لحمه ودجاج وسمك. هيدا بتمشي على كل انواع الرمل يعني. بس يعني بصح هذا الموضوع؟ اذا ما صح اذا عم يرجع يعمل بحص رمل لوحده منه مجبورين يعمل اكثر من هيك، بس عم يعمل بحص بده يعمل فحص سبب البحص اللي هو تجميع بول على 24 ساعه وبندرس شو المشكله عنده وبنعالج بيها. بس الرمل ممكن يعمل التهابات؟ لا الرمل ما بيعمل التهابات، اذا عمل بيزعج. بحص وسكر المجاري بيقدر يعمل التهابات. يعني الرمل بس بيزعج؟ رمل ايه بصير في حريق يعني حريق وبيعمل شويه وجع بالكلاوي اوقات. نعم دكتور كنا عم نحكي شوي عن ليش الروبو احسن من الجراحه التقليديه، لكن حكينا بشكل عام عن منافع الروبو وجراحه الروبوتيك. بس كنا عم نحكي عن هالروبو بالذات يلي قلت لي انه هو ادق من غيره، شو ميزته اكثر كمان، وهل نحن موجود عندنا بلبنان كمان مشكله ثانيه اللي هي المشكله الاقتصاديه اليوم؟ مزبوط. يعني بفتكر جراحات الروبو بعد ما بتعترف فيها الجهات الضامنه. بلشنا هلا الاسيرانسات الجديده هلا تغطي الروبو، يعني مرضانا اخر مرضى عندهم اسيرانس غطت العمليه كلها. صحيح الجهات الضامنه الببليك يعني اكيد بتغطي جزء بسيط منها، يعني بيبقى في فروقات بين الروبو والنادور النادور العادي. بالنسبه للافونتاج مثل ما قلت انت، الافونتاج هو لكل العمليات، بس كل عمليه لها افونتاجاتها الخاصه فيها. يعني مثلا بالبروستات الافونتاج هو على ضبط البول وعلى الانتصاب من بعد العمليه، لان بتعرفي انت هالعمليه بتدق بالاعصاب الانتصاب فيه يفقد الانتصاب المريض، دونك لما نحافظ له على الاعصاب هيدي ما بيتاذوا اعصاب اعصاب الانتصاب، والضبط البول بيصير اسرع. يعني مثلا اذا عملنا جراحه تقليديه وحافظنا على عضلات ضبط البول نتوقع يمكن مثلا بعد شهرين ثلاثه المريض يصير يقدر يضبط بوله. الروبو دغري بنشوفها يعني من بعد ما تخلص العمليه ونشيل الميل دغري بيكون ضبط البول تقريبا 100%. بعد جمعه جمعتين تقريبا بيكون مشي حاله، يعني المحسنه 90% القصص. ايه كثير، يعني بيبقى بعض الحالات اللي بيكون ضبط عضله ضبط البول ضعيفه عند المريض بتحتاج بعدين لتمارين او لتقويه لحتى يصير ضبط مزبوط، بس النسبه الاكبر من المرضى بالروبو دغري بيضبط بوله، ما بياخذ وقت كثير. والانتصاب ذات الشيء الانتصاب شوي اقل يعني، بس انه بنلاقي 70 80% من المرضى بيرجع عندهم انتصاب تقريبا شبه طبيعي بسرعه وقت. هيدا بالنسبه للبروستات. بالنسبه للكلوي الافاده بمطرح ثاني، الافاده هي انه عندنا اورام بتكون كثير كبيره بقلب الكلوي قريبه من الشرايين، دونك لما بدنا نشيلها بدنا نمرق ببلان كثير دقيق مشان ما نفتح ونقدر نقطب بسرعه نحن هالشرايين، لانه بهالوقت شو بنكون؟ بنكون خانقين للكلوي نحن مشان ما تنزف. دونك ما فينا نتخطى 25 دقيقه لان بلش تتاذى الكلوي، دونك ب 25 بدنا نشيل التيومر ونقطب جوا ونقطب برا ونفك الشريان. دونك بالجراحه النضور العاديه ما بنلحق نعملهم لانه ما لنا سريعين كثير بالتقطيب بالنضور العادي، بالروبو كثير سريعين وفي الصوره كثير واضحه بنعرف وين نمرق، فهون بخلينا نضغط على الكلوي 100% بنفك ساعتها عن الشريان باقل من 25 دقيقه. دونك هون الروبو ساعدنا نقدر نعمل اورام صعبه نعملها بطريقه بالنادور مش شق. دونك هون الافاده بتكون هائله للمريض لانه ما بنكون شلنا له لا العظمه ولا شقيناه كثير ولا قصينا العضلات، بنكون فتنا بفخويت صغيره بس على البطن مثل ما شفنا بالفيديو. دكتور كل الناس بيقدروا يعملوا جراحه بالروبو، هل في يمكن توجيهات لاشخاص معينين انه انتم ما فيكم؟ ما نعمل روبو، التقلي كهيدا انا اختبرتها بفرنسا، كنا نعمل شيء 1200 عمليه روبو بالمستشفى اللي كنت فيها بالسنه، كنا نعمل شيء 200 نادور العادي ولا عمليه شق. فهيدي فكره انه في عمليات كثير ما بتنعمل روبو لازم نعملها شق، انا اختبرتها ولقيتها مش مزبوطه. كل عمليه بتنعمل شق فيها نعملها روبو، وفي عمليات حرام بقى ينعملوا انا برايي شق. بالعكس يعني العكس صحيح، انه في ناس ما مفروض بقى يعملوا جراحه تقليديه يمكن بتضرهم. مثلا استئصال الكلوي كلها ككلها انا برايي خلص ما لازم بقى نعملها شق، حرام. يعني الناس اللي عندهم يمكن سيلين بالدم، اللي عندهم مشاكل بالدم، يلي عندهم سكري، يلي عندهم كذا مشكله، قد ايه هون بيكونوا عم يستفيدوا من انه يتفادوا سايد افكتس تبع الجراحه التقليديه؟ بتعرفي انت الشخص اللي عنده كانسير بيكون اجمالا قبل العمليه بيكون ضعفان وتعبان وما عنده بروتين كثير بالجسم ومناعه، فاذا بتشقي شق كبير الجرح ما بيختم مثل شخص جان مثلنا مثلا صحته منيحه وهيك، دونك هون اذا بتشيلي له هذا الشق الكبير كثير بتفيدي. خلينا ياخذ اتصال. الو الو يا هلا بونجور. بونجورين تفضل. فيني احكي مع الحكيم؟ اكيد عم يسمعك تفضل. بونجور حكيم كيفك؟ بونجور. انا من فتره عملت عمليه نادور بالمبوله، كان عندي بحث كثير بالكلوي وبالمجرى البول. نعم.
لهم نادور فتفت لي هني من جواته. مزبوط. هلا صار لي شي 10 ايام خلص عمليه، بس عم بحس انا عم بول، عم بحس في صعوبه وبينزلوا على مهلهم، ما فيها الضغط. نعم. شكرا لاتصالك وسلامة قلبك. كمان بنرجع انه استئصال البحث من المجاري البولية بنعمل من المجاري، مش ضروري نفوت نحن بالبطن بالربو او بالنضور، الا اذا كان بحثه كثير كبير وعلقان بمطرح فينا نفوت نشق المجرى بنشيلها بنرجع بنقطبه. بس بهالحاله فاتوا بالنضور وشالوا له البحث من المبول ومن الكلوي، اوقات بنحط نحن ميل داخلي بيقدر يعمل له هالعوارض، بده يشوف مع حكيمه اذا عنده ميل داخلي بعد ولا لا. وثاني شيء يمكن يكون هو مثلا عنده عنق مبول ضيق او بروستات شوي كابسه على المجرى، بين عوارضها هلا بعد العمليه، كمان بده يشوف مع حكيمه، لانه بتعرف في بنج ونفخ المبول وهيك بيمرق مرحله الواحد، اذا كان المبول عامله مثل اكليبر معين بننزع على الاكليبر بعد العمليه شوي، بده شوية وقت ليزبط، اوقات بنساعده ببعض الادويه اللي فتحته المجاري، لازم يشوف مع حكيمه. دكتور في اي عوارض جانبيه من بعد جراحه الربو عم بتصير؟ العوارض الجانبيه من بعد الجراحه عم هي ذاتها موجوده، بس بالربو بتقل كثير. اوكي، دونك مثلا العوارض مثلا للمصران يرجع يشتغل، النزيف، الالتهابات، الجرح، تجلط الدم بالجرين، دونك هودي موجودين بعد، هو اللي بيبقوا موجودين خصوصا عند المرضى اللي عندهم كانسر، بيكون تجلط الدم عندهم اكبر، مشان هيك نحن بناخذ الحيطه وبنعطي مسيلات للدم، مع انه عم نعمل عمليات بنعطي مسيلات، ما بيهمنا، ما بينزف المريض. اوكي، دونك بنعطي مسيلات مشان ما يتجلطوا. القصص الباقيه بتصير اقل بكثير بالربو، يعني بصير مثل ما قلت لك الافونتاجات هن رجعه على البيت، النزيف الاقل، التهابات الجروحات اقل، البقوه بالمستشفى اقل، ما بيعوز كثير ترانسفيزيون، ما بيعوز كثير ادويه للوجع، وبتعرفي دواء الوجع شو بيعمل؟ بلبد المصران، بياخر كل شيء، دونك كل الافاده كلها مفصوله ببعضها. يعني على امل دكتور انه تصير اصلا الجهات الضامنه تعترف ب كل شيء يعني من مشاكل صحيه بلبنان، واكيد للروبو، لانه هذا الشيء مش بس بيوفر على صحه المريض، نحن بنعرف انه كل شيء بيوفر على صحه المريض كمان بيكون اقتصاديا عم بفيد، لو انه بنفكر انه كنا مجهين بهالاتجاه. نعم. نحن بلبنان ممكن. نعم. عم بيصيروا العمليات الجراحيه قليله من وراء الازمه، رجعنا لورا شوي، بس هلا رجعت بلشت تتغير الامور بوجود الاسيرونسات الجديده ان شاء الله يا رب. دكتور إلي حلو اختصاصي جراحه مسالك بوليه، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك، بريك وبنرجع.